عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر فقال: من صاحب هذا القبر؟ فقالوا: فلان. فقال صلى الله عليه وسلم: ركعتين أحب إلى هذا من بقية دنياكم. الحديث صحيح عند الإمام الطبراني في الأوسط. يعني الكلام ده يعني ركعتين بس صاحب هذا القبر يصليهم أحب إلينا من الدنيا وما فيها. تخيلوا ركعتين، وده تحذير للناس اللي بتترك الصلاة أو تتهون في الصلاة يعني. وفي برضو أدلة تانية، حتى العلماء قالوا ما فيش حد بيموت إلا وبيندم حتى لو كان صالح. الصالح بيندم اللي هو ما أزادش في الطاعة والعبادة لله عز وجل، والمسيء بيندم اللي هو عصى ربنا عز وجل فبيتمنى يرجع للدنيا عشان يتوب تاني. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا مع ذي محرم. الحديث صحيح عند الإمام الطبراني والبيهقي. يعني دي دليل على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، ومعنى أجنبية يعني أجنبية عنه، مش أجنبية بتتكلم لغة تانية، لا أجنبية لا تحل له يعني. والله أعلى وأعلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توفني مسلما وألحقني بالصالحين.